الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وفي غيرها من أن المقصود من الابتلاء هو التمحيص، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى وصفها بقوله: بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وهذه الكلمة شيء من تدل على التبعيض والقلة، ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى وبشرنا لمن يصبر منا بقوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وجاء في حديث صحيح مسلم من رواية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.